انطلقت في مدينة الرياض بطولة المملكة العربية السعودية الدولية لجمال الخيل العربية الأصيلة منيفة، التي تستعرض مواهب وقدرات أفضل الخيول العربية الأصيلة بالمملكة والمنطقة كذلك، للتنافس على ألقاب البطولات المرموقة. مراسلنا من الرياض والتفاصيل. تعد بطولة المملكة العربية السعودية الدولية لجمال الخيل العربية الأصيلة فرصة لاستعراض مواهب وقدرات أفضل الخيول العربية الأصيلة في السعودية والمنطقة، حيث يتنافس أكثر من 100 مالك خيل و250 رأس خيل على ألقاب البطولات المرموقة في مختلف فئات البطولة. طبعا البطولة بشكل عام بطولة حلوة وفي تطور نشوف في المملكة العربية السعودية، وأنا طبعا ضمن الطاقم التحكيم من مملكة البحرين مسجل تحت الاتحاد الملكي. طبعا التقييم كما سألتني أنت، التقييم على الخيل بيكون في 5 نواحي، أول شيء الرأس والهوية العربية، الرأس والعنق والجسم، القوائم والحركة. بالنسبة لكل بطولات الخيل العربية الأصيلة مهمة لأي مالك، مش البطولة هذه فقط، أي بطولة تساعدنا على ظهور الخيل بشكل مميز، تساعدنا على الإنتاج، تساعدنا على خوض المنافسة مع الملاك المشاركين، والحمد لله الله يوفق الجميع ونشوف الكل مبسوط وراضي بالنتائج. كل خيل فايزة مثلا بعض البطولات تاخذ اول ثاني، بعض البطولات اول ثاني ثالث، بعض البطولات لا عندها مثلا نظام للخامس تاخذ، فعلى اساس هذا يدشون عليك في اخر يوم. اخر يوم خلاص انت تدخل كحكم تختار على قولتهم الافضل في الافضل في وجهة نظرك انت، ان انا هذا الحصان او هذه الفرس يعني هذه الاجمل عندي اللي هي تاخذ الذهب بعدين الفضة وبعدين البرونز. يعد الحدث فرصة للتواصل والتفاعل بين عشاق الخيل لتبادل الخبرات والمعرفة في مجال تربية وتدريب الخيول العربية الأصيلة، مما يجعلها فرصة لمحبي هذا الموروث الفريد. طبعا كان عندنا أكثر من 100 مالك في هذه البطولة بمشاركة عدد 250 خيل عربي أصيل. المملكة دائما حريصة على جمع جميع مربين الخيل، كان في مشاركات من دول مجلس التعاون الخليجي وحتى يعني الإخوان في مصر كانوا مشاركين من الأردن. الحمد لله تشوف انت المكان ما شاء الله تبارك الله والجماليات اللي احنا كمنظمين حرصنا عليها. والله ما شاء الله المنظمين ابدعوا في هذا التنظيم، شيء يشكرون عليه صراحه، ونشكر نادي الفروسيه ونشكر الامير بندر الفيصل على اجتهادات هذه دايم، وهذه رؤيه سيدي ولي العهد، وما شاء الله السعوديه من تطوير لتطوير اكثر واكثر، والحمد لله حققنا اليوم المركز الثاني، ان شاء الله انها متبوعه بالفضه باذن الله او الذهب يا رب. تتضمن البطولة مجموعة من الفعاليات المميزة التي أثرت تجربة الحضور، ومن ذلك مزاد الخيول الذي يعد فرصة لاقتناء الخيول ذات الجودة العالية. تعتبر بطولة منيفة فرصة للاحتفاء بتراث الخيل العربية وتقدير جمالها الأصيل وتنوعها، وتعزيز دور المملكة العربية السعودية كمحور رئيسي في عالم جمال الخيل. عبد الرحمن الحربي، تلفزيون مملكة البحرين، الرياض.